6/3/2013 مدينة رستن المعاناة الإنسانية. مرحبا يا عمو. أهلين. شو عم تسوي؟ شوفت عينك عم نلقط هالشظايا عشان نعيش. شظايا؟ ليش ما في حدا عم يصرف عليكم؟ شو شلون عايشين؟ شلون عم تدبروا حالكم؟ عايشين من قد الموت، الله وكيلك، يعني عملوا من هالشظايا ونصرف عم نبيعها. لا في لا معين، ما في اي، يعني ما عم يجي، ما وصلكم معونات، ما معونات شغلات هيك؟ لا اي، ما عم بيوصلنا اي شيء نهائيا. نهائيا لا في لا معونات ولا اي شيء، ما عم بيوصلنا. عم نصرف من لهم هالشظايا وعمل لهم خرضة عشان نبيعها. هاي شظايا شو؟ حديد؟ اي قذايف، هاي تبعيات القذايف الاسد. شو بتقول له فيها؟ شو بتقول له بشار؟ الله لا يوفقه، عم بضربنا باقوى شيء عنده، خير ما خلى شيء الا ما ضربنا فيه. الله لا يوفقه، الله يدمره. ليك دمر البيوت، ليك 6/3/2013 مدينة